اخترنا لكم هذا المساء ترند عن المحاضر الجنائية والتسريبات التي تحدث بقصد أو دون قصد. يعني نحن لا نعلم ماذا يوجد خلف هذه التسريبات، لكن التأثيرات قد تكون على المجتمع كبيرة وحتى يعني على سير العملية العدلية نفسها، باعتبار أنه تشكيل الرأي العام ولعل حتى المحاضر الدولية العابرة للقارات والقضايا المختلفة في محكمة جنايات أو غيرها لمن تتسرب وتطلع للعامة هنالك رأي عام عالمي يتوجه أو يوجه سير هذه المحاضر المختلفة. لذلك يجب علينا أن نلتزم اتجاه هذه المحاضر ونتحدث عن أهمية الحفاظ عليها، أيضا تأثيرات المحاضر الجنائية على المجتمعات. يعني عندنا مجموعة من القضايا لسه ما وصلنا فيها إلى القرار النهائي أو الحكم النهائي، لأنه إحنا بنتداوله في مواقع التواصل المختلفة، وده بالتأكيد عندها تأثيرات مختلفة على الأسر على المجتمعات. طبعا دائما احنا بنقول بنستضيف أهل الاختصاص لمزيد من المعلومات المرتبطة بالأكاديميات والخبرة. سعيدة جدا يكون معنا داخل الاستوديو أستاذ محمد صلاح الدين المحامي، مرحب بك ومساء الخير عليك. مساء النور، مرحب بك ومرحب بالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. احنا بنتكلم عن المحاضر الجنائية، أول حاجة عايزين نعرف مراحل الدعوة الجنائية ومكوناتها. طيب، دائما في كل دعوة جنائية عندها نقطتين أساسيات أو خطوتين أساسيات. الخطوة الأولى هي أو المرحلة الأولى هي مرحلة التحري، والمرحلة الثانية هي مرحلة المحاكمة. أنا دائما بحاول أشرح الموضوع عشان بالنسبة للناس الغير قانونيين يكونوا هم فاهمين المسألة دي. المرحلة الأساسية اللي هي بتبدأ بها أي دعوة جنائية أو القضية أو اللي نحن بنسميه بلاغ. البلاغ الجنائي بيبدأ بالتحري. والتحري دائما بيكون بواسطة شاكي أو مبلغ. في فرق بين الشاكي وفرق بين المبلغ. دائما المبلغ ممكن يكون شخص ما عنده علاقة بالقضية، لكن هو شاف الجريمة أو الفعل المخالف للقانون ده واقع قدامه. لكن الشاكي هو بيكون دائما هو الزور الوقع عليه والفعل الضرر. أو الضرر. فأول خطوة بتبدأ في أي دعوة جنائية بيكون في بيمشي المبلغ أو الشاكي للقسم باسم الشرطة المختص، بيدلي بأغواله للشرطة، بيدلي المعلومات الأولية وبقدم معلوماته، بيدلي بيانات أساسية عن إنه في فعل حدث في المنطقة الفلانية في التوقيت الفلاني، وبيذكر المعلومات الكاملة. ودي مرحلة في القانون بنسميها مرحلة التحري الأولي. إنه في فعل محدد، التحري الأولي بيشمل إنه أعرف منو الفعل الفعل وكانوا وين وفي أي مكان، وممكن الكلام ده يكون مصاحب له مسرح للجريمة. لو في جريمة حصلت في موقع محدد أو مكان محدد بيكون في مسرح للجريمة. المختص في المرحلة دي هي الحق الأصيل أصلا للنيابة. النيابة المختصة في المكان المحدد هي اللي بتقوم بغيد الدعاوي الجنائية، وبعد ذلك بتشتغل بتأمر الشرطة بأن هي تمشي في التحريات وفي الإجراءات القانونية. ودي بتختلف من حالة لحالة، لكن الشيء الطبيعي أنه النيابة هي اللي بتقوم بالعمل ده. بعد ذلك بيتم سماع شهود. واحدة من المراحل برضو المتعلقة بالتحري الأول بيكون في شهود. الشهود هم بيدلوا بأغوالهم إنهم شافوا فعل محدد حصل في منطقة معينة. والكلام ده كله طبعا في البداية هو بيكون بشكل سري، ما بيكون معلن للناس أو ما متاح للناس التانيين يكونوا عارفين الحاجة دي. فدايما بيكون في غموض في أي فعل أو أي جريمة بتحصل، بيكون في غموض، وده لأسباب محددة. أنا داري أكمل في الحياة الأساسية. الأساسية إنه بعد ما تتحرر يكون في القضية تكون واضحة بالنسبة للنيابة أو الشرطة، بيشوفوا التفاصيل بتاعتها ومعلوماتها هل هي مكتملة. على أساسها بيغيروا دعوة جنائية. بعد ما يتكمل المعلومات بيحددوا منو الشاكي ومنو الشهود ومنو الشخص المتهم. وبيتحرروا معه. إذا كان هو موجود بيقوم يطلعوا له مرقب ويتم القبض عليه.
وفي طبعا في حاجه بتكون تفصيليه اللي هو مثلا اذا كان المتهم غير موجود فبيتم الاعلان عنه. نعم. المباحث في الشرطه بتقوم تبحث عنه وتلغي القبض عليه. ده اجراء. بعد ما الدعوه الجنائيه تكون جاهزه بيتم احالتها، احاله الاوراق بتاعت البلاغ كلها والمحضر بتاع البلاغ، بيتم احالته للمحاكمه. نعم. للمحكمه المختصه والقاضي المختص. نعم. دي الحاجات الرئيسيه في اي بلاغ جنائي ودعوه جنائيه. طيب المحاضر او البلاغات الجنائيه الاصل في التعامل معها في مراحل الاولى قبل اعلان يعني حكم المحكمه يجب ان تكون هنالك سريه، لكن في كثير من الاحيان في واحده من المراحل بيحصل نوع من التسريب. عايزين نعرف من خلال خبرتك استاذ محمد متى بيكون التسريب وبيحصل كيف عاده يعني المتفق عليه، وهل هو يعني مرتبط بطيبه الشخصية السودانية؟ لأنه في كثير من الأحيان أن إحنا بنجي بنتونس بالمواضيع باعتبار أنها هي عادية يعني حيحصل شنو، فهل ده واحد من الأسباب الأساسية اللي بتخلي بعض المحاضر أنها هي تطلع؟ خلينا نقول أنه مش المسألة هي متعلقة، يعني القانون بيتكلم أو القانون السابق يعني ليس القانون الحالي اللي بيحكم الحالة دي هو قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991. نعم. ده القانون اللي بيحكم الإجراء الحالي في السودان، لكن القوانين السابقة كان بيتكلم عن انه الاجراءات او الاجراءات بتاعت التحري كلها بتكون سريه. ما في مجال انه اي يعني المتهم او وكيله ممكن يطلع على الاوراق او المحضر بتاع التحري باي شكل من الاشكال. وفي القوانين السابقه يعني بيفسروا المساله دي انه المنع او انه تحرم المتهم ومحاميه او وكيله من الاطلاع على المحضر لانه عشان ما يحصل طمس للبينات والمعلومات ويتم استخدامها بشكل خاطئ يعني. القانون الحالي ما بيحرم المساله دي، يعني القانون الحالي قانون الاجراءات الجنائيه ما منع مساله ما تكلم عن سريه المحضر. نعم. بل بالعكس في الفتره السابقه في السنه دي تحديدا في سابقه قاموا بها مجموعه من المحامين في قضيه معروفه اللي هي قضيه الساير توباك. هيئة الدفاع قدمت طلب لمحكمة الموضوع بأنها تطلع على محضر البلاغ. محكمة الموضوع وافقت، وبرضو الجهة اللي هو السلطات هي استأنفت القرار دي، استأنفت القرار بغرض أنه ما يحس أنه المحضر دي سري وما ممكن لمتهم أو وكيله يعني يكون يطلع على البلاغ. فالحاجة دي مشت لاستئناف في محكمة الاستئناف. نعم. وبعد ذلك مشت المحكمة العليا ومشت يعني كافة الدرجات حق التقاضي دخلت لها، وفي الآخر أرست مبدأ أساسي إنه تسمح للمحامين إنهم يطلعوا على محاضر التحري المحاضر الدعوة الجنائية قبل المحاكمة. نعم. طبعا المحاكمه شيء معروف انه ممكن لاي طرف من الاطراف ممكن يطلع على المحاضر. صحيح. في مرحله المحاكمه، لكن محضر التحري في وقته قبل ما يمشي المحكمه هو كان ممنوع. نعم. طيب الفوائد والسلبيات شنو في السماح؟ هو طبعا ممكن نتكلم عن انه في فوائد وفي سلبيات، يعني ممكن نقول انه الوضع الحالي في البلد في يعني مساله الثروه بتاعت المعلومات، انه الناس ثروه بتاعت المعلومات، انه في الناس كلها يعني دايره بيستخدم المسائل دي كترند وتعرف التفاصيل، وانه في لما الزول يكون ماشي يعمل ترند في السوشيال ميديا ولا في حاجه دايما بيجيب الحاجه بالنسبه للناس غامضه. صحيح. اللي بيصيروا حولها تساؤلات، فبحاول انه هو ياخذ مساحه كبيره وانه الناس ممكن عندها يعني المقدره انها تشوف المعلومات وتطلع عليها بشكل اكبر. هي في المرحله دي ممكن يكون سلبيه لانه احيانا القضيه دي لما بتكون عليها اضرار كبيره جدا للاطراف اللي هم عندهم علاقه بموضوع الدعوه الجنائيه. نعم. بيكون بيتقع عليهم اضرار، وفي نفس الوقت ممكن يكون عندها تاثيرات برضو على القضيه، لانه ممكن يكون في شهود ممكن تحصل لهم ضغوطات اذا كان في اسر او على المجتمع عموما مجتمع اي منطقه من خلال الدعاوى الجنائيه لما تتسرب او يتم انه العام يطلعوا عليها دي فيها اضرار. فخلينا نقول انه الاطلاع ده بيكون دائما لاطراف الدعوه، يعني المتهم ومحاميه والجهه اللي هي الشاكيه الاطراف في الاتهام والاطراف في الدفاع هي ممكن عندها الحق انها تطلع
على الاجراءات دي، لكن ما يحصل اطلاع لغير الناس او الناس اللي ما عندهم علاقه بموضوع الدعوه انهم يطلعوا على البلاغ. طيب الاهداف الممكن يعني يتحصل عليها المسرب لهذه المعلومات يعني ممكن تكون شنو في حال انه مثلا هنالك قضيه راي عام يعني او حتى لو جريمه عاديه يعني مثلا زي الحال حصل في حادثه امتداد ناصر او كما تعرف في السوشيال ميديا بيبوري لكن هي في امتداد ناصر، تسريب مثل هذه المعلومات والصور يعني ما الاهداف منها؟ طبعا يعني المزرعه دي بيكون في دائما الناس اللي بيكونوا سر بيكون عندهم فوائد كثيره في المزرعه دي، انه يعني هي في الاخر ماده بيكون عليها فيها ترند وفيها بتحصل فيها نقاشات كبيره جدا، هي برضه ماده اعلاميه ممكن الناس يتعاملوا معها بالشكل ده في ظل وضع حاليا الناس فيها دائما بنعاين للمسائل دي في بشكل ممكن اقول انه هو ما انساني، ودائما والاشكالات مسائل انتهاكات حقوق الانسان كانت كثيره في السودان الفتره الحاليه، فبقت في اهتمام عام كده بالمزلة اللي عندها علاقه بالانتهاكات مع مسائل القتل جرائم القتل وغيره، فدي ممكن تكون هي برضو هي عندها اضرار، لكن في نفس الوقت خلينا يعني انا دار اتكلم في موضوع انه انك تحرم الاطراف الاثنين من او تحرم الطرف المتهم او محامي او وكيله من انه يطلع على المحضر ده بتمنعه في انه كيف يقدر يدافع عن نفسه. طيب يعني هسه احنا في الايام الفائته شفنا محضر صوره من محضر مسربه في قضيه مقتل الرابر رنا، والحديث مشى لاماكن يعني ممكن تكون يعني صعبه على المجتمع انه يتقبلها، يعني هنا الامر كان الافضل ان لا يخرج هذا التسريب. انا افتكر انه هو ده ما كان محضر، هو ده كان هو اخطر من المحضر، هو كان تقرير ما بين داخل الشرطه انه في تقرير مفترض يمشي غالبا في اي دعوه جنائيه في تقرير بيكون نهايه عشان في اي محاكمه او في اي دعوه جنائيه في تقرير بيمشي دائما من رئيس القسم في الشرطه لادارته او الجهه الاعلى منه على اساس انه الملف انه يمشي بعد ذاك للمحكمه يعني. فالتسريب ده كان عباره عن تقرير يعني هو ما محضر مكتوب ما محضر بتاع بلاغ، لانه محضر البلاغ بالشكل بتاعه المكتوب دائما المحضر بيكون عباره عن اوراق عاديه مكتوبه عادي يعني بقلم حبر عادي في ورق عادي. نعم ده المحضر الاساسي اللي بيكون فيه الاقوال وكده، لكن اللي كان تم تسريبه ده كان عباره عن تقرير. نعم وانا طلعت عليه وكان فيه كان خطير جدا انه كيف يتم تسريب تقرير هو بيكون التعاطي معه بيكون دائما داخليا داخل جهاز الشرطه، بالتالي هو الغى ظلاله على الـ على الـ على القضيه عموما انه بيسبب اضرار حتى لاسر الضحيه. صحيح. وبرضه على اطراف ثانيين هم عندهم علاقه. في نفس الوقت بيكون عنده اضرار على المنطقه اللي وقع فيها الفعل نفسه. صحيح. وفي في في, في, في كميه بتاعت اشكالات بتحصل من خلال التسريب ده. طيب مثل هذه التسريبات هل لها تاثير على سير العداله نفسها؟ بالتاكيد التسريب ده يعني ممكن يتسبب في انه ممكن يعمل اشكالات اجتماعيه بشكل كبير، وممكن ياثر على سير العداله في انه الشهود اللي بيكونوا موجودين في البلاغ ده هم بيكونوا دائما خايفين انه يعني حتى لو عندهم شهادات حقيقيه في اي بلاغ هم بعد ذاك بينوا عن نفسهم يدخلوا في المعارك الاعلاميه المعارك اللي في السوشيال ميديا، وانه المسائل المتعلقه بال يعني المسائل المتعلقه بالتسريب في الاخر هي بتضر، بالتالي دائما يعني في الفترات الجايه او في يعني مستقبل العداله في السودان حيكون على المحكمه باعتبار انه اي قضيه ذات راي عام او اي قضيه عاديه بيتم تسريبها. نعم. بهذا الشكل يعني. طيب يعني في حاله زي ما حصل في التقرير اللي تسرب يعني الراي القانوني هنا شنو؟ يعني من المسؤول؟ ما هي المحاكمات المفروض تطبق لتسريب هذا التقرير؟ الجهة اللي سربت أول حاجة المسؤولية بتقع على الجهة اللي أصدرت التقرير للجهة الأساسية، مفترض يكون في تحقيق في إنه كيف التقرير ده طلع أو يسرب يعني أولاً. ثانيا اول زول سرب التقرير ده للعامه هو برضه بيكون مسؤول. نعم. من حق الاطراف الموجودين جات او اردت اسمائهم في التقرير من حقهم انهم
يقاضوا نعم سواء كان المجني عليها المجني او الجاني علي. نعم نعم والجهه اللي سربت نفسها ممكن نعم. عندهم الحق انه باعتبار انه المزرعه دي هي اضرتهم بشكل كبير يعني. طيب خلينا نمشي لحته المواد القانونيه اللي بتحمي سريه مثل هذه التقارير. انا زي ما قلت انهم القانون ما يتكلم عن سريه المحاضر بشكل كبير، لكن لانه هو ده تقرير انت قلت هو اخطر من هو محضر هو عادي بالضبط. هو الاضرار بتاعته يعني الموضوع ده بشكل كبير جدا بيكون عنده تاثير على العداله، بالتالي التسريب نفسه بيقع الضرر عليه، بيقع الضرر على الاطراف الموجودين داخل التقرير. نعم. باعتباره ممكن يشكل لهم اشان السمعه، وبحد ذاته دي بحد ذاته هو فعل مخالف للقانون. نعم. الجنائي برضو الاساءه وبرضو ضرر واقع على الضرر على الاسماء الوردت في التقرير. واحنا مجتمع كمان يعني بالذات لما تكون هنالك قضيه مرتبطه بامراه لطبيعه المجتمع اللي هي ما تغيرت طبعا ولا حتتغير، انه ما زالت المراه بتمثل شرف الاسره، شرف القبيله، لذلك مثل هذه التسريبات لها ضرر كبير من ناحية الثقافة المجتمعية. هل ممكن هنالك منظمات يعني أو خلينا نقول جمعيات أو تجمعات قانونية يعني تذهب في اتجاه مقاضاة المسؤولين من هذا التسريب؟ أنا أفتكر إنه هي المسألة ما حتكون بالشكل بتاع إنه كيف تقدر تقاضي الجهة اللي هي سربت، لكن بقدر ما نحن محتاجين نحقق إصلاح داخل المنظومات العدلية اللي شغالة في البلد. نعم. بشكل رئيسي إنه كيف يتم تسريب هذه التقارير بشكل الداخلي. نعم. والمساءلة مفترض إن هي في الأساس تكون هي داخلية. نعم. داخل هذه المؤسسات. فبالتالي إحنا دي كل الحالة كنا بنناديها بقى إنه مفترض إنه يطلع يكون في إصلاح للمنظومة الحقوقية والعدلية في السودان. نعم. بشكل رئيسي. مسألة التقاضي بالنسبة للأفراد اللي وردت أسمائهم في التقرير هي دي مسألة بتكون حقوقهم هم الخاصة في إنهم بإمكانهم يقدروا يقاضوا الجهات المسؤولة. نعم. بالتأكيد بيكون في جهات كبيرة جدا بتشتغل في مجال الحقوق، مجال الدفاع عن الانتهاكات في السودان، وجهات عامة كذلك مكاتب المحامين هي برضو ممكن تسير في هذا الموضوع باعتبار انه ده حق خاص بيرجع. نعم. دائما للاطراف اللي ورد اسمائهم. نعم. في التحقيق. وده ما حيظهر لنا الا بمزيد من التوعيه القانونيه وبحضور اساتذه زيك استاذ محمد للقنوات المختلفه والرسميه من اجل توعيه الناس بحقوقها. يعني اكيد مثل هذه التسريبات قد تحدث، لكن يعني المجني اول مجني عليه أسرهم ما عندهم الثقافة القانونية اللي بتتيح لهم إنه أنا ممكن أقاضي المسؤول من تسريب مثل هذه التقارير أو حتى المحاضر. بالتأكيد أنا يعني وجهة نظر طبعا هي وجهة، لكن أنا ما أركز وجهة النظر كلها على مسألة التسريب. نعم. في السودان قبل فترة قبل سنة من الآن ما كان بيسمحوا للمتهمين أو المحامين إنهم يطلعوا على المحاضر. نعم. وده كان في حاجات وكان خطر كبير جدا في انه ما في ذول بيقدر يدافع عن متهم قبل ما نعرف انه التفاصيل حقت البلاغ الحاصل فيها شنو. نعم. وعارف انه احنا بنتكلم عن التسريب مش المنع، احنا بنتكلم عن التسريب وظهوره في السوشيال ميديا المختلفه. التسريب بالتاكيد هو التسريب باعتباره تسريب لاي معلومات عامه. صحيح. في حاجاته هو مساءل قانونيا بمزاق التسريب. نعم. يعني شكرا تقدير استاذ محمد صلاح الدين المحامي، شكرا لهذا الحضور، وبالتأكيد ننتظر منكم مرات قادمات من أجل رفع الوعي بالحقوق القانونية. شكرا جزيلا. شكرا لكم كثير. نتواصل معكم متابعينا بعد فاصل، نعود كنوا معنا.